السلام عليك، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة إلدن رينج، ويا مرحبا بك مليون إذا كنت من المشتركين الجدد. أول شيء يا إخوان، هذا هو المكان، كيف تجيب الجرس الأول؟ يا ريت أنكم تتبعون زي الأشاير هذه. طبعا من أكثر الأسئلة اللي كانت تجيني إني كيف أجمع الجريف والجوست. الجريف والجوست هذا الاثنين تستخدمهم في تطوير الأشباح أو الأرواح اللي تستدعيها. ففي هذا المكان يا إخوان راح يكون فيه كهف بالضبط عند هذه النقطة. فيوم تدخل الكهف بتحصل فيه بوس، بعد ما تقتل البوس راح تحصل الجرس اللي هو راح يعطيك الجريف 1 و2 و3، طبعا هم 9 تطويرات. وأما الجوست احنا شرحناهم في المقطع الماضي وخلصنا منهم في مقطع واحد كاملين من 1 إلى 9. الحين احنا خلصنا من 1 و2 و3 تبع الجريف، والحين بتيجي الصالح. اذا ما لقيت البنت هنا بتلقاها برا، تلقاها واقفة ويمديك تطور منها الارواح. فمثل ما تشوفون هذا الاثنين حاليا تطويرات تحتاج الجوست اللي شرحتها في المقطع الماضي، لكن فيه بعض الارواح تستدعي او تتطلب منك انك تجيب الجريف. مثل ما تشوفون يا اخوان الايتم الثاني موجود في المنطقة الثلجية. من هنا بالضبط تقريبا بتقدر تنزل وبتحصل دخلة الكهف. الكهف هذا جدا معقد لدرجة انك بتجلس تفر نفس اللقطة اكثر من مرة او نفس المكان تشوفه اكثر من مرة، فتكون فيه لخبطة كثير وصعب الواحد يشرح. لكن مثل ما تشوفون هذا المداخل ركزوا فيها، اذا لقيتها على طول ادخل فيها وبترجع تحس نفسك رجعت في نفس الماب من جديد، كأنك تلعب اللعبة هذيك اللي نسيت اسمها. المهم فبعدين بتوصل عند الدخلة هذه الثانية ونفس الشيء، بعدين بترجع كأنك في نفس المكان، لكن هالمرة ما تقدر ترجع المكان اللي قبل. هنا يوم توصل قدام التمثال الأزرق هذا ضروري انك ما تنقز في هذا المكان وتروح من وراء، بتحصل زي المفتاح اللي لازم تفتحه عشان يفتح لك بوابة البوس اللي موجود تحت. طبعا راح تقاتل البوس عشان تحصل هذا الجرس. اما الجرس حق 7 و8 و9 مثل ما تشوفون في نهاية اللعبة يوم توصل الى المنطقة هذه اللي راح تقابل فيها اخر البوسز، كل عليك تسويه يوم توصل هذه المنطقة انك تنزل من اللفت في هذا المكان وبعدها تكمل على الارض لين ما توصل في هذا المكان. ضروري انك تم اقصى اليسار، وطبعا فيه بوس في هذه المنطقة إذا جيتوهم عن طريق السنيكي بيكي كذا بدون ما ينتبه لك ممكن أنك تقدر تأخذ الجرس من غير لا ينتبه. بيكون هنا بالضبط الجرس الثالث اللي نحتاجه اللي هو بيوفر لك 7 و8 و9. طبعا راح ترجع عند البنتين وتعطيهم الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.